الزمالك خد تدريبات استشفائية النهاردة، والجهاز الفني فضل تخفيف الحمل البدني، ولاعبي الزمالك حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية بفرمان باتشيكو. عبد الشافي أدى تدريبات استشفائية بالجيمينيزيوم على هامش تدريبات النهاردة، وباتشيكو سيقوم بإحلال وتجديد للاعبين الذين يتخاذلون وعلى رأسهم مركز حراسة المرمى. إمام عاشور ومحمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو سيختفوا من تشكيلة الزمالك القادمة وفقا لما وصلنا. أبدى المدير الفني غضبا من التراخي في الأداء واستسهال مواجهة الإسماعيل. إدارة الزمالك تبيع قمصان فرجاني ساسي لتجديد عقد النجم التونسي. أبو جبل لزملائه جنش هو سبب تراجع أدائي بعد تصريحاته عن أني زميل ملعب فقط.